بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يمكن اليوم حاب اتكلم عن المعسكر والفتره الماضيه اللي قضيناها في المعسكر. يعني انا اشوفه معسكر صراحه جدا ناجح، يعني الحمد لله النادي ما مقصرين، موفرين لنا كل شيء، ويعني لعبنا كذا مباراه، يعني اكيد استفدنا من مباريات كانت يعني مو بسهله. صح ان خسرنا، لكن الواحد يعني يتعلم، احنا ما نخسر شيء هني في الاعداد، نتعلم وان شاء الله هذا يكون لصالحنا في الفتره الجايه ان شاء الله. او عن تاثير لعيبه المنتخب يعني بعدم تواجدهم في المعسكر، يعني يمكن صح ان متاثرين نحن، لكن في نفس الوقت يعني احنا كنا نعرف امكانيات اللعيبه اللي غايبين، يعني لعيبه ما شاء الله عليهم فيهم الخير والبركه، وهاي فرصه للنادي يعني يكتشف وجوه جديده. يعني يمكن شفنا كذا لاعب يمكن لهم مستقبل كبير في النادي، يعني يمكن استفدنا كثير. يعني الحين احنا نعرف ان تجمعات المنتخب في الفتره الماضيه زادت، لكن عندنا الشباب الصغار فيهم الخير والبركه ان شاء الله يقدرون يكملون هذا الغياب. وناس ما عارفين نحن بنبدا كاس اتصالات يمكن من غير لعيبه المنتخب، فهي فرصه للوجوه الجديده يعني انهم يبرزون يثبتون نفسهم. اقول يعني كلمه اخيره، اني اتمنى التوفيق لمنتخب الامارات. صح ان احنا عندنا لعيبه يعني كثيرين غايبين هنا، لكن كل شيء لاجل الوطن يهون، واتمنى ان هالفتره يعني اللي يقضونها حاليا ما تروح الفاضي، ان نقدر نوصل لكاس العالم. هو حلم كل اماراتي، يعني سواء لاعب او مشجع او صغير او كبير، كل واحد يتمنى ان يمثل بلاده ان شاء الله في مناسبه كبيره نفس كاس العالم. واما عن طموح نادي الاهلي، يعني نادي الاهلي في كل موسم يدخل تحدي جديد، يعني يحاول انه يكون الرقم الصعب الافضل، ودائما يعني يبيض وجه الجمهور. وان شاء الله هاي السنه نطلع ببطولات اكثر نفس ما عودناكم، ونوصل لمراحل متطوره ان شاء الله، ونحقق كل البطولات ان شاء الله اللي نقدر عليها.